السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عملنا مقدمة بسيطة بس علشان الـ OSPF Version 3 اللي هو بيشتغل بالـ IP Version 6. الآن المهمة تبعتنا راح تكون انه من الـ PC1 نكون قادرين يعني ننقل بياناتنا او نعمل بينج يعني من بداية الشبكة لنهاية الشبكة لازم يكون في عنا كونكشن. علشان نعمل كونكشن بدنا نستخدم ال OSPF version 3 configure terminal. فانت بدك تفوت على الانترفيس، يعني خلينا يعني نحكي انه هاي المنطقة هي عبارة عن area 1، والمنطقة هاي بتضم ثلاث راوترات، هي عبارة عن area 0 والمنطقة هاي عبارة عن area 3. وتذكر انه area 0 هي الباك بون، ما تغيرش اشي، يعني هي قلب ال OSPF. لازم تكون كل المناطق الاخرى متصلة بالarea 0. طيب علشان نعمل هاي العملية فلازم يكون عندك ايثرنت 1/1 IP version 6 OSPF 1 area، هذا المشبوك مع router 2 فرح نخليه area 0، وفي عنا 1/3 هذا المشبوك مع PC1 فلازم يكون بالarea 1. هاي بالنسبة للراوتر. لكن إذا بتلاحظ يعني ما صار عنا شيء لحديث الآن. أتوقع هذا أني أنا جربت عليه. طب خلينا بس أتأكد. IP version 6 OSPF 1 OSPF router router OSPF 1 router ID 1.1.1.1. طب خلينا نجرب نعمل نو. ما صار لنا شيء. طيب طبعا بتعرف انه OSPF لازم يكون في عندك راوتر اي دي، فخلينا على اساس ان عملنا راوتر اي دي 1.1.1.1 نعمل اكزيت، لكن مش راح يصير معنا شيء. لكن حاليا بدك تنتقل ل للراوتر اللي بعده وتحكي له انترفيس ايثرنت 1/1، تحكي له انه الاي بي فيرجن 6 او اس بي اف 1. مش ضروري طبعا، هاي بروسيس من راوتر لراوتر، لو اختلفت مش مشكلة. مش زي الاي اي جي ار بي، لانه الاي اي جي ار بي بالنسبة له البروسيس او نمبر هذا عبارة عن autonomous system، فكل الراوترز لازم يكونوا على نفس الـ autonomous system عشان يتبادلوا الراوتس مع بعض. فهي area 0، وطبعا انتو شايفين مباشرة from loading to full، معناته هاي محطوط فيها اللي هو router ID. بالنسبة لـ 2 كمان نفس الشيء area 0. لو عملت له exit او خلينا نعمل end ونحكي له show IP version 6 OSPF neighbors، فانتو شايفين انه في عندي 1.1.1.1. وكمان هنا لو عملت له end وحكيت له show IP version 6 OSPF neighbors، فانتو شايفين انه هو 2.2.2، لانه قبل شوي جربت يعني قبل ما فيش 3-4 دقائق كنت بجرب بالـ OSPF وبتأكد انه كل configuration راح تكون سليمة، عشان ما بدي اخربطكم يعني، وما بدي اكون انا يعني ناسي شيء، لانه صار لي فترة صراحة الواحد بينسى يعني بينسى هاي الامور، او مش بصير هيك مش متأكد يعني من انه كل شيء يعني متذكره تمام. OSPF 1 area
0 وفي عنا آخر انترفيس شايفين مباشرة from loading to full. راح يكون عندك هذا بالاريا 3. لو حاليا اجيت على هذا وحكيت له neighbors فانتو شايفين في عندي 3.3.3.3 وفي عندي 1.1.1.1.1. طبعا انتو شايفين انه هو عبارة عن dr. ليش؟ لانه هذا اقل IP address, بينما هو ال 3.3.3.3 الباك اب designated router. ليش؟ لانه يعني هنا في عندك عملية باك اب راوتر وديزيجنيتد راوتر, وهنا في عندنا عملية أخرى باك اب وديزيجنيتد راوتر, لأنه هذول عبارة عن تو فيزيكال لينكس لحال, كل لينك لحال, كل فيزيكال لينك لحال. طيب لو ألقينا نظرة هنا وحكينا له شو اي بي فيرجن 6 راوت, فأنتوا شايفين إنه أنا عندي OSPF اللي هو انتر اريا داخلي, يعني انتر اريا عذرا خارجي, انترا اللي هو داخلي, لو الاو هي بتمثل الداخلي والانترا يعني من نتورك اخرى, من عذرا من اريا ثانيه, من اريا اخرى. فلو حكيت له شو راوت او اس بي اف داتابيس OSPF بجوز show route OSPF, لا ممكن show IP version 6 OSPF database. فانتو شايفين هنا انه اول شيء بالنسبة للراوترز هاي كل الراوترز موجودات. النتورك فبما انه هذا يعني R2 راح يكون عنده النتورك, وفي عندك الانتر اريا جايه من راوتر 1 ومن راوتر 3. ليش؟ لانه راوتر 1 في عندك اريا 1 وراوتر 3 في عندك اريا 3. في عندك التايب 8 فهو بضم راوتر R2 تايب 8 اللي هو مختص ب باللينكس. ف R2 في له 2 لينكس, بينما R3 مع R2 له 1 لينك, و R1 مع R2 في له 1 لينك. فاحنا لينك اي دي تمام. يعني هون يعني ما راح تحتاج انه تدخل بالعمق بداتابيس لانه ما في عندك اي مشاكل هنا, لكن لما تكون عندك انت شبكة كبيرة وعندك 20 راوتر شغال عليهم الـ OSPF فهنا يعني ممكن تواجه مشاكل, او يعني بدك تدرس الداتابيس وفكرتها وايش الراوتر كل واحد فيهم بيعني اكثر من هيك. لكن بس هاي بدك تاخذ لمحة عن الموضوع يعني مش شيء كثير. يعني الان الشيء اللي انت بدك اياه اللي هو show IP version 6, فبدك تاخذ اللي هو ال IP اللي هون, تعمل له كوبي تروح هون تحكي له ping ونعمل V, واحنا في عنا full reachability شايفين انه مباشرة. وكمان لو حكيت له show IP version 6 فبتقدر تاخذ هذا من هون, نعمل كوبي وندخل هون. طبعا هاي عبر الشبكة كلياتها بتتم العملية, وانتو شايفين انه في عندي connection 100%. ليش؟ لانه هو بروح للديفولت جيت واي, والديفولت جيت واي هو اللي بوصله للمكان اللي بده اياه. ايش كمان ممكن نعمل؟ تريس, اتوقع في تريس. طيب خلينا نعمل هيلب تريس.
اوس طيب ادريس كوبي فانتو شايفين اول شيء بدي اروح على الديفولت جيت واي تبعي، بديفولت جيت واي بدي اروح على راوتر R2، R2 بده يروح على R3، و R3 بده يوصل للاخر فاينل ديستنيشن تبعنا. كل واحد طبعا اول مرة بجوز ياخذ كثير، المرة الثانية اقل. ليش؟ لانه بكون في عندك سيسكو اكسبريس فوروردينج شغال، وكمان بكون عندك اللي هي ما فينا ارب، تذكر انه ما فينا ارب، لكن احنا فينا سوليسيتد نود هو اللي بيقوم بنفس مقام الارب فقط. يعني هاي لمحة سريعة عن او اس بي اف، تنساش انه في عندك او اس بي اف على الفريم ريلي، وفي عندك اكثر من نتورك تايب، لكن هاي بداية موفقة ان شاء الله. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم.